ثم كاين التهويل ديال بعض الاباء الله يغفر لهم في قضيه الزواج. هذا كتقول غير باش يزوجك بنته، شو واش كيطلب؟ كتقول كون هذا حطوه على باب الجنه عندك ما دخلت واحد لا وكذا وهذه، وخاص حتى بلغ السفه من بعض الاباء انه يرفض الزوجه فقط للون بشرته. ايه كودي لاباس، او رجعنا للجاهليه ديال هذه قتال من 15 قرن، ياك ما كاين باس. انت في الولايات الجنوبيه ديال الولايات المتحده الامريكيه، تركها في المغرب الشيء، فم رخفوشي شويه.